ميوزك اليوم رح نحكي عن سيمفوني، الموضوع اللي يمكن نحكى عنه كم كلمة الأسبوع الماضي. غسان يمين، إيكول ديزار، على طول الاسمين مرتبطين ببعض ولازم نذكرهم مع بعض. صحيح، بلشتوا بإنترو عن السيمفوني الأسبوع الماضي وصار في نقل مباشر ما كملنا. صحيح، كنت عم تقول شو هو مصدره أو صح كيف بلشت السيمفوني. لخص لنا بشكل سريع لنحكي أشياء تانية. صح، رح بس لخص أنه هي سيمفوني بأساسها كانت اسمها سيمفونيا، وهي كانت الأوفرتور تبع الأوبرا، بقى فصلوها بعدين عن الأوبرا، صارت مقطع لحاله وصار انسترومنتال. هلأ كنت وصلت المرة الماضية حكيت عن جوزيف هايدن، الدور اللي عمله هو اللي كان أنه ثبت السيمفوني بشكل أنه صارت 4 موفمون، 4 حركات اللي هن بشكل يعني كتير إكليبري بين بعضهم، في توازن بين بعضهم. أول موفمون هو على طول بيكون أكثر واحد هيك بيأثر بالعالم، إذا بدك أكثر شيء بيحفظوه العالم، بيكون سريع يعني على طول بحطوا أليجرو عليه يعني ريتم سريع. والشغلة اللي كتير مهمة اللي عملها هايدن إنه قدر يوزع الأدوار بين الآلات الموسيقية بشكل إنه الانسترومنت بصير أوقات هو يلعب سولو يرجع يعطي دور للانسترومنت الباقيين، وعمل بالانس بين الانسترومنت ايجو والانسترومنت غراف، يعني الآلات الرفيعة اللي صوتها رفيع والآلات اللي صوتها تخين. أول فيديو ردي فينا نشوفه ونكمل. إيه هلأ بس بدي قبل ما نفوت عليه رح أقول إنه بنفس الوقت في موزار كان موجود. موزار مع هايدن أسسوا لهيدي اللي بنسميها لفورم هايدنيان إذا بدك تبع الهيدا. هلا رح نسمع أكيد أول فيديو اللي هو سيمفوني نيميرو 40، بريمي موفمون من موزار. حلوة فاميليور لكتار لأنه أخذوها الآلة الرحبيني وعملوها فيما بعد غنية لسيدي فيروز. يا أنا يا أنا أنا وياك. مزبوط. من هيك كتير فاميليور هالسيمفوني. صح. هلا قبل ما نسمع تاني فيديو، مين اهم عالم الفوا غسان بسيمفوني؟ هلا لي غران سيمفونيست اذا بدي كني اكيد يعتبروا بالاساس موزار، هايدن مثل ما قلت، بيتهوفن اللي هلا رح احكي عنه بعد شوي لانه هو محطه رئيسيه بتاريخ السيمفوني، بعده اجا برامز، شومان، بروكنر، مالر، دفورجاك، تشايكوفسكي، يعني لحد القرن العشرين 21 بقى هول الكومبوزيتور الكبار يعتبروا. هلا كنت عم بقول عن سيمفوني، عن اول حركه اول موفمون كيف يكون. هلا ثاني موفمون وهلا رح نسمع اكيد فيديو بفسر اكثر اللي عم بقوله، هو بيكون موفمون بطيء، وهذا الموفمون البطيء على طول بيعمل كونتراست مع اول موفمون. اللي سمعناه هو أليجرو، اللي سمعناه هو الأليجرو. هلا شو اسمه؟ هلا عامة بيكون اسمه أداجو. أداجو يعني بيكون بطيء. هلا رح نسمع أكيد تاني موفمون من سيمفوني نيميرو 7 لبيتهوفن، ورح يسمعوا أكيد المشاهدين إنه الحركة بتكون بطيئة وبتعمل كونتراست على طول مع أول موفمون، اللي هو بيجي موفمون تاني بعد الموفمون الأليجرو. صحيح. أوكي.
هذا الاداجيو لكان اداجيو. هلا بعد الاداجيو عامه بيجي المنيوي اللي هو بالاساس كانت رقصه هيدي المنيوي. واول ما بلش المنيوي يعني قبل ما يصير يتثبت كثالث حركه كانت على طول بالسيمفوني هيدي ثالث حركه تكون شوي على ذوق الجمهور اذا بدك، يعني يكون كثير اكسسيبل. بعدين صارت تاخذ جديه اكثر واهميه يعني اكثر بالنسبه للمؤلفين. وبيجي بعدين بيجي رابع موفمون اللي هو عامه بيكون كثير هيك في قوه وفي دغري بيعلن النهايه، يعني بتحسي انه بده يعلن نهايه معينه. بس اني على طول بيجوا بهالترتيب وهون كثير مهم اقول شغله انه على طول الناس اللي عم تحضر سيمفوني او عم تحضر اي كونسير وقت بشوفوا انه في قطعه مؤلفه من عده حركات ما لازم يزقفوا بين الحركات. هي شغله كثير مهمه نقولها اوتر بارونتيز، لانه الناس دغري شيء بتخلص الحركه دغري لازم ينطروا تخلص كلها سيمفوني كل الحركات بالضبط. او كانت سونات او كونشيرتو او شو ما كان، لانه عامه متواصلين ببعضهم يعني حتى لو في وقفه صغيره بيناتهم بس بالمعنى هن مترابطين. هلا تاريخيا بعدين وصلنا لبيتهوفن. بيتهوفن كان دوره كتير مهم من ناحية أول شيء إنه بلش يكبر الأوركستر اللي عم تعزف السيمفوني، يعني كل آلات الانسترومون أفون يعني آلات النفخ دخلها بكثافة بالسيمفوني. وعمل كمان شغلة مهمة ولهلا رح نسمعها بالفيديو اللي جاي، إنه لأول مرة، لأنه السيمفوني مثل ما قلنا هي انسترومنتال يعني بس آلات الموسيقية اللي بتعزفها، لأول مرة دخل الصوت صوت كمان فيها. يعني صار في سوليست وبنفس الوقت صار في كواير كتير كبير عم بيغني. هاي سيمفوني اللي حنسمعها هذه نوفيام سيمفوني، يعني آخر سيمفوني ألفها اللي الناس تعرفها باسم أود ألا جوا. وهلا رح وقت الناس رح يسمعوها اكيد رح يعرفوا شو هي لانه كثير معروفه جدا. بقى هلا رح نسمع مقطع ورح نشوف انه كيف لاول مره في عندنا صار صوت في كواير وفي سوليست مع الاوركستر. رح نسمع هلا اكيد مقطع من نوفيام سيمفوني لبيتهوفن. هنروح على النقل المباشر مثل العادة كل مرة في ميوزيكال وبنرجع.